صباح الخير. اليوم الثالث في دبي. دلوقتي انا متحرك من البيت بتاع العيله الباكستانيه او الكابل الباكستاني اللي استضافوني امبارح. يا جماعه بجد انتوا مش متخيلين هم ازاي ناس كويسه وطيبه جدا، ويعني لو هو لدرجه زياده عن اللزوم بصراحه. هركب باص بعدين مترو عشان اروح دبي مول. ودبي مول اللي انا ما كنتش عارفاه قبل كده وما كنتش هروحه كده كده، يعني لو هو مول بس، ان كنت فاكره ان هو مول بس، لكن طلع لا، هو فيه عارفين اكواريوم دي اللي بتدخلوا يبقى ازاز فوقيكوا وتحتيكوا وحواليكوا، وسمك بكل انواعه وبيعوم، وكمان برج خليفه هناك. كنت بدور على الباص ستيشن وكان الجو حر جدا بصراحه، مش لاقي حاجه، مفيش اي ساينز، مفيش اي حد ماشي في الشارع حتى عشان ادور عليه اساله يعني. فسالت عربيه كانت واقفه، واحد سريلانكي طلع انا لسه متعرفه عليه دلوقتي، عرض عليا اني وصلني لحد المترو. ف هو ده طلع سريلانكي بالاخر. قعدت اقول له ان سريلانكا من اكتر البلاد المفضله عندي يعني، وكانت اول مره اروح، اول بلد اروحها يعتبر. وصلت المترو، بجد كانت تجربه لذيذه والله. المفروض بقى هجرب المترو لاول مره، خلينا نشوف بقى الكواليتي بتاع دبي. دبي هو ده الكارد اللي بيستخدموه هنا وبيشحنوه عادي زي بتاع تركيا كده. المحطة القادمة هي الخليج التجاري. The next station is Business Bay. أنا لما خرجت من المترو بقالنا مثلا ماشيين عشان نروح دبي مول كام، حوالي 15 دقيقة اتليست حاجة كده. بس هو حاجة كويسة بصراحة، لأن مش عارفة مش هتشوفوه قوي في الكاميرا هنا، بس هو الممر من أول المترو لحد دبي مول من جوه، فمكيف وكل حاجة. لو كنت خرجت بره المترو وقعدت أتمشى في دبي مول كان الموضوع هيبقى يعني كارثي جدا. احنا خلاص قربنا نوصل على المترو، المفروض ده الممر اللي هيوصلنا لدبي مول، هو ده دبي مول. فاحنا ماشيين بقى من اول مترو لحد ما كل الطريق ده، وبعدين هنروح. طبعا يا جماعه انتوا عارفين ان المول بتاع دبي مول يعني ده اكبر مول شوبينج مول في العالم. بجد مش متخيلين هو كبير ازاي، ومش متخيلين كميه الحاجات اللي موجوده. يعني ما اظنش في اي حاجه في بالكم هتتخيلوها او عايزينها مش هتلاقوها، من الالكترونيات للهدوم للبرفانات لميك اب، حتى الفود كورت في كل يعتبر البلاد، تشاينيز جابانيز تاي، حاجات المعروفه بقى ماكدونالدز كي اف سي، خليجي لبناني، بجد واو يعني حقيقي. وطبعا البسوا حاجه مريحه وانتوا جايين عشان لو عايزين تتمشوا يعني في المول. انا بصراحه ما اتمشيتش قوي في المول، يعني رحت بس جيت عشان الاكواريوم. لكن لو انتوا عايزين بقى تتمشوا وبتاع وتروحوا في كل حته في المول، لا لا الموضوع هيبقى في 30 كيلو مشي مثلا. وفي برضه سينما كبيره قوي هنا، وناس قالت لي ان اكسبيرينس السينما هنا مختلفه تماما عن مصر، عن احسن سينما في مصر، كساوند سيستم، كراحه كراسي، بتدخلوا يبقى في دايننج عادي جوه لو عايزين تاكلوا حاجه، بيبقى في ويتر ومش عارف ايه. فيعني الموضوع مختلف تماما. ان يكون انا هنا عشان الاكواريوم والاندر زو، اندر ووتر زو. رحت جيت هنا من حوالي ساعتين، مستنيه المفروض هو ده اهو المدخل اهو. التيكت ب 300 درهم هنا، بس انا كنت سامعه ان هي ارخص بكتير. فطبعا قعدت اسال بقى اصحابي اللي هنا او الناس اللي انا عرفتهم، يعني
قالوا لي احجزيها اونلاين هتبقى ارخص بكتير، وفعلا عملت كده ب 150 درهم حرفيا وفرت 50% يعني. اهي حجزتها من على تريب اكس تور وهدخل دلوقتي بقى. يلا بينا. And I'm ready. دلوقتي هندخل بقى. المفروض الأكواريوم هنا في دبي يعتبر من أكبر برضو الأكواريومز في العالم، مش أكبر واحدة بس من ضمنهم. I think هي رقم 2 بعد جورجيا. I think أنا قريت في ويب سايت كده عندهم بتاع 2.6 مليون جالنز of water هو الأكواريوم، أنتم متخيلين؟ وعندهم ألفات الأسماك والشاركس والأنواع المختلفة، ضفادع، سلاحف، كل حاجة، وحوالي 400 سبيسيز أنواع مختلفة. وكده بقى في اول محطه في التور دي، المفروض ان ده الاكواريوم. لسه بقى هيبقى في الاندر ووتر زو، ولسه هيكون في هشوف البطاريق. فموضوع جميل يا جماعه. وكده نبقى في حديقة الحيوانات. انا فعلا مش عارفه ايه اللي بيصوت ده، غالبا هو طائر. يا جماعه المكان بجد كبير جدا، انتوا مش متخيلين. وفي كل حوض سمك في اسم طبعا السمكه، وفي تاتش سكرين جنبها تقدروا تعرفوا كل المعلومات دي عن السمكه وموجوده فين في العالم وكل الحاجات دي. فدي كده تبقى تاني محطه، عشان المحطه الثالثه هتبقى البطاريق. يلا بينا بجد. دي بقى الحاجات اللي انا ما بحبهاش ابدا ومش عارفه بصراحه. شايفين هم حابسين طيور كتيره جوه اقفاص صغيره جدا بس للمنظر يعني. بجد انا ما بحبش الحاجات دي ابدا. شايفين التمساح كبير ازاي؟ بص المنظر. تخيلوا مثلا ازاي اتفتح دلوقتي عليا بجد. شايفين كمية القناديل
ده I think اكيد نوع يعني، وده نوع تاني شايفينه هو صغير ازاي. ده نوع تالت. دراي فيش يعني يعتبر سمك ملمس. سمك ملمس. ايوه. انت مصري؟ اه اوكي. وجايز يا جماعه بتاعنا مصري اهو. ميرسي جدا بجد. كده اكون خلصت اليوم النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم والاكسبيرينس دي تكون الهمتكم لو انتم حابين انتم تروحوا او تشوفوا برده هي تستحق كشخصيتكم او يعني اللي انتم بتحبوه تروحوا او لا في دبي. واشوفكم في الفيديو الجاي ومغامره جديده هنا في دبي. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو. واشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.